أنا أحيانا يقدمني المصلون للإمامة مع أني أهاب من الإمامة، فماذا أفعل حتى لا أهاب لهذه الدرجة وجهوني؟ أفادكم الله. عليك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله من الشيطان، لأن هذا الذي تجده من المهابة إما أنه ضعف النفس وإما أنه وسوسة من الشيطان، فعليك بالتوكل على الله وإمامة قومك إذا احتاجوا إليك، والإمامة فيها خير كثير وفيها إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو منصب عظيم وشرف كبير وفرصة عظيمة لمن يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على صلاته ويرتبط بتلاوة القرآن الكريم وينفع الناس وينتفع، فهي وظيفة عظيمة يستطيع الإنسان من خلالها أن يوجه الناس وأن يكون قدوة لهم في الخير وأن يعينهم على المحافظة على صلواتهم، وسيزول عنك هذا بإذن الله إذا توكلت على الله وأقدمت على الإمامة. فقد يكون في الأول عندك تخوف وتردد، ثم مع الإقدام وممارسة الإمامة يزول عنك هذا الشيء بإذن الله.